مشاهدينا قناة شرق، انا شفت غير مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشره من مدينه المحمديه. فاليوم جمعيه من بين الجمعيه ديال المجتمع المدني لمدينه المحمديه قرروا انهم يجمعوا ديال عدد كبير من التبرعات باش انهم يتوجهوا بها صوب يعني مدينه الصويره اللي كاين فيها حتى هي منطقه متضرره من اصحاب الزلزال، يعني بزاف ديال الناس تضروا بهذه الكارثه هذه. كما كتشوفوا معنا عدد كبير ديال التبرعات، يعني جمعوا ملابس، جمعوا يعني اغذيه، مواد غذائيه، حوايج، مانات، شرطه، طلامات، كل شيء تجمع يعني في ظرف وجيز اللي خاطر نقولوا ان في ظرف اقل من اسبوع جمعوا هذا العدد الكبير ديال التبرعات. فبرافو ليهم، لقاو واحد الاشكال، واحد اللي نقولوا انه اشكال بسيط هو اشكال ديال الترونسبور، ما لقاوش فين غيديو، حيت ان الناس ولاو كيتصلوا بهم، الناس ولاو كيعيطوا لهم تقول لهم اننا محتاجين لهذه المعاونات، محتاجين لهذه المساعدات هذو، غير هو ما لقيناش اللي غادي يجيب لينا هذه المساعدات، اللي غيهز لينا المساعدات. تيقول لك ما تمنين لو ان غير شي واحد، شي محسن، شي متطوع يعطينا يعني غير شي ترونسبور صغير ويتعاونوا معنا به اللي غادي يدينا السلعه هذه. ومعنا رئيسه الجمعيه اللي غادي تحدث لنا على هذه المبادره هذه. استاذ السلام عليكم. السلام ورحمه الله. عاودوا لنا شي من الاول، كيفاش جاتكم الفكره باش تنظموا هذه البديله؟ الفكره كنا شحال هذيك نهضروا هذه القافله، وما كتبش هذه القافله نهضروا تفتش. هي سيدي مختار ان جيت شيادمه بين صويره وشيادمه، ما درناهاش وجات هاد زنزان يا درينا باش غنديروها. لا عيط لنا، عيطوا لينا هما دار الطالب، دار الطالب طلبه من تفتاش، ها هي بساعات القائد تاع تما والشيخ تاع خميره تما، عيطينا قال لنا بغينا هاد المساعده دار الطالب والطالبات، ان محتاجين ايد المساعده. حتى هما مضرين بالزلزال. اه هما مضرين بالزلزال، ومش هاد دار الطالب محتاجين، وكيمثل تما التدوير تما الناس الكبار والمسنين تما محتاجين هاد المساعده. واخا خصك تعاود لنا اتصلوا بهاد الناس قلت لنا. اتصلوا بيا. عاود لنا غير شويه من المعاناه اللي كيعانيو هاد الناس مساكن. هاد الناس مساكن محتاجين، فقراء وكاين اليتامى والفقراء، وتعرفوا البلاصه فيها الناس فقراء بزاف، تعرفوا قبل من زلزال تعرفوها، ولكن ملي جات الزلزال ضرنا مشات البلاصه وتوحنا مشا ليها، هاد البلاصه توحنا مشا لها، انا عيد بانها هي جاتنا. هي جات في واتساب، ها هي شي اللي طالبين، طالبين هادشي اللي طالبين، العباس هادشي اللي طالبين، وحنا ضرينا نجمعوا الافريشه يعني خاصهم الفول، العباس، الحمص، اللوبيا، السكر، اتاي، الزيت. القائد هاي بتاع القائد، هاي مكتوبه بقى. يعني هذا القائد مسكين تماك هو اللي صابط لكم وقال لكم غير. وباتصال التليفون الهاتف ديالو عندي انا، واتصلت المقاطعه ديت لهم الهاتف ديال ساعه القائد ديال تفتش، ان جامعه تفتش، ديت للقائد المقاطعه ثلاثه اللي تابعه على اله السوس، عطيت التليفون ديال القائد. كان استجابه. كان اتصال بيناتهم، وانا ساعه دابا ساعه القائد تنقول لي انا كاين الشيخ غنجيبو لكم والشيخ، ولكن وحنا في ترونسبور، ترونسبور طلبونا 80000 ريال. وحنا كنا نساء. يعني طلبوا لكم 4000 درهم باش يديو لكم هذه المساعدات تماك. وحنا ما عندناش، حنا ما عندناش، لا ما واخدناش الميحه وما واخدناش الدعم، وكان واخد الدعم ما نطلبش ان المساعدات. واخا انتم ما كاينش معايا، كيفاش جمعتوا هو التبرعات كامل في التبرعات جاتني انا جاتني هاد التبرعات من الشحاوطه، الناس على الشحاوطه. الناس على الشحاوطه اللي ساعدوني، اللي تعرفوني. الناس على الشحاوطه تعاونوا معايا. تعاونوا معايا، تعرفوني، بغاو يديروا القافله معايا انا من الجمعيه. يعني شافوك انت، شافوك بوحدك، قالوا تجيو نتعاونوا مع السيده هذه. السكان ديال الشحاوطه جزاهم الله يجازيهم بخير. تعاونوا ناس اخرين من احياء اخرى، ماشي غير الشحاوطه. ناس رشيديه تاهما، ناس رشيديه. انا الناس العاليه ودير هذا ومازال. المحمديه كلها تعاونت معايا. يعني كلهم بغاو يساعدوا. مازال هي مساعده، مازال هي مساعده كثير، جاني مساعده جاي منطق. وتشكر البورانجي، تا البورانجي مساعدني، تا البورانجي مساعد كلشي معاه. في القصبة، وهذا واحد كوفياتي من عالية، تا هي تا هي. أنا باغي نذكر الأسماء، لا ما الأسماء، المهم المهم تنقول قلنا الناس مازال تيتصلوا بيا، وباغي نمشي هاد القافلة. علاش؟ كنا نساء، لأن عجبنا، لا علاش عجبناهم؟ أن كنا نساء، معناش الدراري في أعضاء المكتب، وكاين المخالفة. جمعية 100% نسائية. نساء، وأنت مخالفة أنت نساء، كان يخاطروا معايا أنت نساء، اللي تضامنوا معايا أنت نساء. وانا فرحانه بزاف بزاف باش شتي لي هاد القافله في دار الطالب، في دار تفتاش، لان طريق صويره. انا فرحانه. واخا سمحيني نسول، انتوما كعيالات كي غديروا شي غتشوفوا الجبال وغادي تهزوا هاد الشيء هذا بوحدكم؟ غنهزوا، كاين ما 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 كاين. هاد دار الطالب ما كايناش في الجبال، ما كاينش في شي بلاصه، كاين نيشان سانتي ليها. نيشان سانتي. نيشان سانتي تاع دار الطالب. وكي غديروا انتوما بوحدكم عيالات غتهزوا هادشي كامل وغتمشيو؟ حنا نعاود، غادي معانا حلاقه اربعه ان شاء الله، غنديو دراري حلاقه.
غادي معنا الدراري متطوعين. الحلقه غيمشيو يحسنوا الوليدات تما. غادي معنا ربعه غادي معنا كنعرفوهم. وغادي معنا دراري اخرين، غادي معنا شي عشرات الوليدات ان شاء الله. واخا ما تخليش معايا كيما جاتكم الفكره انكم تضموا القافله دابا حنا اصلا كنا دايرينها شي شويه. الصياد ما كنا غاديين حنا الصياد. يعني بزلزال ولا زلزال كنتو غاديين. لحقاش انا من هذاك من هذيك البلاصه، انا من هذيك انا صيدميه من تما. عاودي لنا هذيك المنطقه والمعاناه اللي كيعانيوها. لكن دابا هما الضر والضرات بيا كلشي كلشي خرجوا مساكن من الديور، منهم دارنا حنا جاو مساكن خرجوا من الدار. ما لمش لكم الدار. لا تشقوا لهم ورابوا الحيوطه ديال الحجر كلشي رابوا. يعني داركم اين للسوق؟ لا دارنا خرجوا منا حنا خرجوا حيدوا منا تما. ما توفى حتى واحد حتى واحد من الضرات. الحمد لله ما كاينش وفايد. من عيطت لهم حنا كنا نمشيو للدواوير حدانا. قال لي القائد لا جنتوا لدار الطالب اللي محتاجين لكم. هذاك الشيء غير الترميم حنا نتكلفوا به، ولكن دار الطالب محتاجه. اش محتاجه دار الطالب؟ باش نعرفوا. محتاجه هاي محتاجه لهادشي بزاف. ها انتم الاخوان رساله من القائد يعني قال لكم محتاجين الفول، العدس، الحمص، اللوبيا، السكر، الشاي، الزيت، الروز، العجائن، الاغطيه، هادشي كامل محتاجينه. محتاجين باقي الحوايج كثره فيه. واخا اخوان الله قول لك شنو خاصك؟ باقي خاصنا من هادشي بزاف. شنو اللي عندكم وشنو اللي خاصكم؟ قول لك شنو اللي خاصكم؟ خاصنا العدس بزاف، خاصنا السكر بزاف، خاصنا اتاي، كنطلبوا زعما من الناس يعاونونا في هادشي. واخا الناس اللي باغيين يجيبوا لكم مساعدات المحمديه، قول لك انتم فين كاينين اختي باش يجيبوا لكم مساعدات. قول لك شنو البلاصه فين؟ انا في القصبه زنقه 33 رقم الدار 10 قبالة الجامع البيض. حدا الجامع البيض، يعني يجيو الناس من الجامع البيض يعيطوا لك. عيطوا لي. قول لنا رقم الهاتف ديالك اختي. ديالي 06 06 76 75 24. عاودي لنا الرقم ديالك اختي. 06 06 76 25. ظهر ابو حجله رئيس الجمعيه المحمديه للتضامن الاجتماعي. يعني انتم لاقين مشكل واحد؟ واحد ترونسبور. الى جاكم ترونسبور ما غداش مشيو. نمشيو. واخا ناخذوا كلمه السيده تاهي. قلتي لنا مشيوش من الغدا، باقي ما مستعداش، ما هو التغذيه بزاف. شحال خاصكم تجمعوا؟ خاصنا بزاف باش ناكلوا 200 تلميذ، خاصنا بزاف. يعني هذا الشيء ما يمكنش 200 تلميذ. لا ما قادنا. 120 ون و80 بنت دريه. يعني حنا الملابس عندنا كفايه. يعني 200 يعني 200 مخلطه بين دراري ورجال. بين بنيات ولاد، ماشي كبار صغار، ماشي كبار. يعني باقي غير صغار. حنا غنكونوا تما ان شاء الله غنمشوا ان عطونا اما نمشوا الثلاث الاربع اما الخميس. هذو الثلاث ايام كانت وصلت اما الخميس اما الاربع اما الثلاث. وغنبقاو حنا غنديروا فطور تما، غنفطروا الوليدات تما. باش تفطروا الناس تما. تما الوليدات الطبيب غنديروا غنديروا الخبز غنديروا الكواصه غنديروا كل شيء جميع. انت ما غاديش تمشيو قول لنا باش الناس تفطر. ثلاث غنمشيو ثلاث غنمشيو ثلاث. يعني بغا يشوف 4000 يعني بغا يشوف 4000 ديال الترونسبور تحضر قبل ثلاث. ثلاث قبل ثلاث. يعني الاخوان الله يرحم الوالدين. عندنا حتى الغدا معاهم غنطيبوا حتى الغدا. يعني غنمشيو نتغداو. غنديروا الوليدات الوليدات غنغدوهم وغنغدوهم وغنفطروهم الوليدات. واخا الناس المحسنين اللي باغيين تعاونوا شنو تبغي تقول؟ انا الوحسيت طلب المحسنين يساعدوا معنا في الترونسبور. الله يجازيهم بخير، الله يكثر خيرهم. داخل المغرب وخارج المغرب تنطلبوا يعني كلشي يتعاون. كلشي بغا يتعاون معنا. انا صاحب محمديه هذا عالم انساني، هذا خاصهم الكل يتعاون. انا صاحب محمديه لا عندهم شيطان لهم شي حاجه اللي دور قافلات اللي شاطر شي حاجه يجيبوها لينا. هنا ميدا واحد بحال بحال. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام يا اخوان الله يرحم الوالدين، حاولوا اننا نبارطاجيو الرايف هذا ونشوفوا الناس باش نعاونوا هذه الجمعيه هذو، حتى محتاجين المساعده وباغيين يعاونهم. حتى انتم كما كتشوفوا الاغذيه كاينه، الحوايج كاينين، الصبابط كاينين، وهذاك الشيء جديد. كلشي كاين. زعما ما كاينش حاجه قديمه ولا مقطعه. كلشي كاين جديد. حيدنا درنا الفرز، حنا درنا الفرز، حنا العيال درنا فيها الفرز. حيدنا الروتوش، حيدنا كلشي. يعني غتلبسوا الوليدات غتلبسوا الوليدات. زينا في عدنيات جداد، زين. زين 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 ناخذوا كلمه ديال السيده شي ما خديناش كلمه. ناخذوا ماشي مشكل. ناخذوا كلمه ديال السيده. السيده الله يبارك فيك زياره خويا ماشي مشكل. السلام عليكم. كي دايره امي يمشي؟ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قولي لك كيفاش جاتك الفكره باش تعاوني مع هاد الناس هادو؟ هو جاتنا هاد الفكره من عند الاخت الزهره. يعني بغيتوا تعاونوا؟ بغينا نتعاونوا، بغينا نديو لقينا شي مساعده اللي ساعدنا داخل الوطن وخارج الوطن. كنشوفوا المغاربه كلهم تعاونوا مع بعضياتهم. بغينا كلشي يتضامنوا. من اي باب دقيناه مسدود علينا، اي باب دقيناه مسدود في وجهنا. الا من الماسوط لا من اي حاجه. حتى حد ما كيتعاون. اي واحد. حاولتوا تشوفوا مع شي مسؤول هنا في المحمديه؟ حاولنا حاولنا. ها هما الوراء. العمالات المحمديه. هايا راسلتوا المجلس البلدي. العمالات المحمديه ما داروا معاكم والو. ما كاين والو. هايا العمالات المحمديه
وهذا مش بلادي. فلنا لنا كامل ثقة بالناس المحسنين إن شاء الله باش يتعاونوا وندير الكلمة أخيرا شكون تقول شو الناس المحسنين بغاو يعطيكم بروسبور. عطانا الله يجازيهم بخير الله يرحم بهم والديهم الله يرحم والديهم وعاونونا في المواد الغذائية المواد الغذائية يعني خاص المواد الغذائية لأن ذوك الدراري أنا كنت ساكنة في صويرة وكنمشي لمراكش وشايفة تفتش كيفاش دايرة الناس ديالها كيجيو على السبيطار عندنا الصويرة الناس ضعافة ما عندهمش وكنت انا ساكنه تما في سبيل الله اللي كتجي تهز الدم ودير حقنه الدم كنعاونها الفطره في سبيل الله وما نمنيش عليه وما نقولش شكون هما الله يقدركم هادشي الله يقدركم. كنتمنى من الخوت والاخوات يعاونونا الله يرحم بهم والديهم يعاونونا في المواد الغذائيه وفي الترونسبور ان شاء الله غادي يجي الله يرحم بها والديهم احشومه عليكم شوفوا من حالنا راح شوفوا من الحال باغيين نجيو نفرحوا دوك الوليدات الصغار الا فرحناهم عندنا اجر لا لي ساهم معنا ولا اللي ما ساهم معنا عنده اجر راه حرام حشومه مدينه المحمديه كيسمعوا على الناس الخير وكتعاون بعضياتها علاش حنا ما عاونوناش في هاد القافله اللي بغينا نديو نسائيا ما كاينش معنا الرجال. عاودي لنا اختي رقم الهاتف ديالكم رقم الهاتف وشكرا انا ولدي مرحبا رقم الهاتف ديالك 06-06-76-25-24 06-06-76-25-24 القصبه الزنقه 33 رقم الدار 10 قمان الجامع الابيض. شكرا لك شي كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام فالاخوان الله يرحم لكم الوالدين كنتمنوا انكم تعاونوا مع العيالات هذو يعني نساء مكافحات يعني نساء من طيبه النساء من اللي كيضرب لهم مثال على مدينه المحمديه فكنتمنوا انكم تعاونوا مع النساء هذو باش يلقاو ترونسبور اليوم قبل من غدا الى هنا مشاهدي قناه شوف تلفزيون شوف هذا القدر على عملاقكم في بشر اخر شكرا والى اللقاء.